مين هو محمد عبد الرحمن الشهير بتوته نجم مسرح مصر؟ انا محمد ابراهيم ودي قناتي. لو اول مره تشوف القناه اتمنى انك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. مبدئيا توته ده مفيش اتنين بيختلفوا عليه، بحس ان كل الناس بتحبه، وعلشان كده هنتكلم عنه في الفيديو ده شويه. محمد عبد الرحمن واسم الشهره توته، واسم الشهرة ده ليه قصة مع الفنان محمد عبد الرحمن. وقال ان اسم توتة واحد صاحبه في الجامعة هو اللي طلعه عليه، وقال ان صاحبه طلعه عليه لان دايما بيكون حواليه ناس زي شجرة التوت بالظبط، بيكون الناس دايما تحتها، فعلشان كده بدأ يسميني توتة علشان الناس دايما بتكون جنبي. ندخل بقى على سن توتة محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن من مواليد 1986، يعني عنده 36 سنة، من مواليد القاهرة، من عيلة متوسطة تماما زي ما هو قال في إحدى اللقاءات. تخرج من جامعة عين شمس كلية حقوق. ندخل بقى على الحالة الاجتماعية للفنان محمد عبد الرحمن. هو متجوز من سنة 2017، واسم زوجته آية، وعنده بنت زي القمر اسمها ليلى. ندخل بقى على الحالة الفنية علشان الموضوع طويل قوي. محمد عبد الرحمن دخل عالم التمثيل عام 2007، يعني تقريبا من 15 سنة بدأ على مسرح قصر الثقافة المصرية، لكن بدايته الحقيقية كانت على مسرح جامعة عين شمس عام 2007. وفي نفس السنة جات له فرصة يعمل حلقة في مسلسل راجل وست ستات مع الفنان الكبير طبعا أشرف عبد الباقي، وبعد كده انطلق واشتهر جدا بعد مشاركته في فيلم اكس لارج مع أحمد حلمي، ودوره في مسلسل كبير، وأدواره طبعا في مسرح مصر كلها. وطبعا مع مشاركته في مسلسل الزعيم أستاذ ورئيس قسم، وطبعا الشغل مع عادل إمام نقلة تانية تماما. وآخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن هي مسرحية نص الليل، بطولة الفنانة غادة عادل والفنان حسن الرداد. بس كده، دي قصة حياة الفنان محمد عبد الرحمن. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.